ليش يا ست بيعملوا فينا هيك؟ ما حرام، ما احنا مشطورين فيها، عمرونا بيوتنا. فنرجع عليها، احنا مش حاكين شيء، بس سطوا علينا من هالمطر، احسن من نغرق ونموت بالمي، حرام. حرقة تختصر مأساة سكان البركسات في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين المنتظرين عودتهم إلى بيوتهم التي دمرت في العام 2007. مؤخراً بدأت الأونروا إخلاء بعض المساكن المؤقتة وهدمها وتعويض سكانها ببدل إيجار. السكان احتجوا على التمييز في المعاملة بين من تعتبره الوكالة مستحقاً أو غير شرعي، فقام البعض بالاعتداء على مكتب الإعمار في المخيم، فردت الأونروا ببيان استنكار وشجن. بيوتنا 15 سنة مش معمرة 1 كيلومتر، مش معمر، وين تبدين عمرونا وعم بقولونا اخدوا عشرات، اي عشرات هاي؟ بيعطونا ضمانات يضلوا يعطونا 15 ولا 20 سنة بعد ليرجعونا على بيوتنا، ضايقوا على الديزاين، كسر، عم بكسروا البيوت فوق روسنا. ما وعدتنا بشيء الأونروا، وعدتنا نحن وصلنا من المدير منطقة الشمال اللي هو أسامة بركة، بقول لك أنتوا منكم شرعيين، أنا ما إله علاقة فيكم. طيب كيف ماني شرعي، ما لك علاقة فيني؟ أنا كلاجئ فلسطيني، أنا وين بروح؟ وين مرجعيتي؟ أنا عن مين بروح؟ لمين بشكي همي؟ عمليات الهدم ترافقت مع قطع المياه والكهرباء عن بعض السكان، كما أنها تشكل خطراً على المقيمين لناحية السلامة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. لا في ماي، لا في كهرباء، لا في حتى إنه بدك تقول عيشة كريمة للعالم، تقدر تتحرك وتروح وتيجي. ما في نظافة، هالمجارير هاي كلها ليك زي ما أنت شايفة، والوسخ كله بالأرض، المجارير كلها مسطمة. يعني إذا بديجي علينا الشتاء وإحنا بعدنا هون حنتبهدل. يطالب سكان البركسات بحل عادل للجميع، ويرفضون التصنيفات التي وضعتها الأونروا بين مستحق وغير مستحق. أما الأهم فهو الإسراع بإنهاء أعمال الإعمار المستمرة منذ العام 2009. لم تسمع الأونروا مناشدات سكان البركسات، ولم تلتفت إلى معاناتهم طيلة السنوات الماضية، لكن حينما تناهى إلى مسامعها أصوات ضجيج غاضبة طالت مكتبها استنكرت. حنان عيسى الغد من مخيم نهر البارد شمالي لبنان.